أهلا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان وسط هذه الأجواء المثالية في كرة القدم. وكالعادة معكم سأكون في التعليق على هذا اللقاء. نتمنى بأن نشاهد مباراة كبيرة على قدر الطموحات، حيث سيكون فريق البايرن في مواجهة بوردو في انتظار أن نشاهد متعة وكرة قدم حقيقية جميلة بين الفريقين في أرضية الميدان. فرصة هدف أمام موكوكو، تدخل يأتي، فرصة بتضيع في التوقيت المناسب. حلو التدخل، شوف افتكاك الكرة بدون أخطاء. رامي بن سبعيني، الكرة مع رونالدينيو. الآن يدخل موكوكو في الثلث الأمامي وعليه أن يفكر في خطوته المقبلة. كرة للتقدم هنا، يا الله، هدف أول في اللقاء، فعلها موكوكو وأخذ الأفضلية. تمركز سيء جدا من حارس المرمى، خروج غير مبرر. لاحظ اللاعب بذكاء كبير يلعبها ووضع الكرة في المرمى. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. تراوري، فرنانديز، موكوكو، والآن مع غريليتش. تدخل دفاعي قوي وابتكاك لهذه الكرة في المناطق الخلفية. تحول في الاستحواذ في هذه اللحظات. الاستحواذ مع بايرن ميونخ، والآن مع غريليتش. راحت إلى تراوري. حلو المدافع، استخلاص لهذه الكرة بتدخل ممتاز. ممتاز التحرك لدعم الهجوم في اللقطة. فرصة للتسديد. لعب يقطع التمريرة قبل ما تشكل خطورة. عنده فرصة للتسجيل. الكرة في الملعب رغم التصدي. كابديفيا. نهاية الشوط الأول مشاهدينا تقترب، ومن المهم جدا بأن يتمسك العملاق البافاري بتقدمه في النتيجة حتى فترة الاستراحة. مباراة فيها ندية واضحة، ومثل هذه المباريات الصعبة يكون التركيز مطلوب بشدة، ويجب محاولة الفوز بالمعركة في وسط الملعب للتحكم في زمام الأمور داخل أرضية الملعب. صافرة وخطأ لمصلحة فريق بايرن ميونخ. لوكي باكيو، تراوري. إذا نهاية مجريات أحداث الشوط الأول، هنا صافرة النهاية. نتواصل مع حضراتكم مشاهدينا مع ضربة الميداء لشوط المباراة الثاني. موكوكو، كرة تصل إلى غريليتش. فرنانديز، صلابة دفاعية، خلص الكرة بمهارة كبيرة. خطأ على البايرن. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل للفريق الآخر. إبراهيم دياز، لوكي باكيو، موكوكو، غريليتش. حلو التدخل، خلص الكرة بدون مشاكل. الكرة مع البايرن.
رونالدينيو. ابعاد الكرة من مكان الخطر. يتقدم باتجاه المرمى. الكرة تتجاوز الخط في المباراة. لم يتمكنوا من الحفاظ على الكرة. جاك غريليش. الكرة مع رونالدينيو. ثلث ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة. لوكي باكيو. كرة مع رونالدينيو. موكوكو. غريليتش. هجوم من البايرن. والآن مع غريليتش. غريليتش والفرصة. أوه الكرة في المرمى. الله على الهدف. هدف تعزيز التقدم. تقدم مستحق هنا بفارق هدفين. على الرغم من كل الرقابة اللي فرضت عليه في اللقطة السابقة، لكنها لم تمنعه عن الوصول بلمسة أخيرة ممتازة تسكن الكرة في الشباك. واضح بأن قادم اللحظات قد نشاهد تغيير من جانب المدرب. هدف يوسع الفارق مشاهدينا. النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. موكوكو. موكوكو عند الفرصة. والكرة مستمرة في الملعب بعد التصدي. وتخرج الكرة إلى رمية التماس. رونالدينيو يقود الهجوم بهذه الانطلاقة المميزة. وسط فرصة هدف أمام موكوكو. أوهو يسجل هنا لحسم النتيجة وتأكيد التفوق. لا يترك أي شكوك الآن حول ضمان الانتصار. شوف الإعادة. أي قوة. وكأنه يريد الانتقام. وكأنها آخر تسديدة في حياته. لم تفتقد الكرة إلى الدقة رغم هذه القوة. حقيقة الحارس لم يكن لديه فرصة للتصدي. تمر اللحظات الأخيرة من المباراة والمباراة حسمت. من الصعب أن يعني يحمل الوقت المتبقي الكثير من التغيرات في هذا اللقاء. الحكم يضيف دقيقتين لهذه المباراة. والآن مع غريليتش. كرة مع رونالدينيو. بشدة الكرة. وتنطلق الآن الصافرة معلنة فوز العملاق البافاري في مباراة اليوم. أداء رائع وانتصار كبير يرفع المعنويات. الفريق ضار يبطل صورة اليوم. كل شيء كان مثالي في أرضية الملعب.